نبيك وحوصيت المامي صلى الله عليه وسلم عمر انت اوتشوغو انين امدا فتن كفر مينين حديث كحذيفة صحيح كويمت وحوكويري فتن كبل ايغورا عمر باوي ديني مركز وحوكويري فتن كي كوى يرير كامركو وغور روي كوى مرابو كوى وين مرابا وحويري اديغا يا فتن كاسي يريد بايدين لحي سبور يريد حران مركز يريد اميا لا فوري دونا مزوال لشبين دونا حذيفو ميوال لشبين دونا بول مربع هدي لشبين دبدن بالله حري ماي بول عمر عمر وو غرانيا مركا يريد داسينو يسجي نبي صلوات ربي وسلام عليه وحكسي والرمي عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه مركو تشنده أقو بشارين يرق وكم يديهاي نبي وحور صلى الله عليه وسلم مع بلوى تصيبه مصيبة كل عدونته أي نبي قلت المامي صلى الله عليه وسلم عثمان سنديه هراء حلك أوهاي خلاف يدب ما إيماني لكن سنديه أدن بحل كيسة المسلمين تأو خليفك أوها مسؤولك أوها مركز أوحى باللابتي كعظمه قاربضني أي كقبان أيان شيء شوين سياسية حقوق أي شيء جنايا أو خليفك كتر سنايا كعظمه ذا النوع عسى مركز دم بوحي كنن إن أي دلان عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه سوغو دار الخلافة كتيرو ماشي ومسلمين توغو كهو قامين اي مقالة دا مدينة اي او قالين وان الدلين كوح دي دي شي او كعضون كاسميس او خوارج او بلاي اسو كتيري مركي خليف كي دلين وحي الكذب علي بن ابي طالب با حيلك اللورد لي بوقبتي هل كا وحي كبل لوضة مسلمين توحا كفر مي عهدي يا وقتي فتن فربضان يا خلاف بضان حمبارسن كو حاكعي كعضو مدى نوع عصو كلاة سيدة حقيقة دا مينا نهين كعموضو كعضو مو اسك الدبيعي ما هين والظاهر كصي موج سنيان اون حقوق يا دولة دا وحكتر سني لكن وحي اهين كعضو مو اي كدن بيان قعمو دنك هلاله ودون يا مسلمين تدقنان شهودة يا دولة دودة يا أمني قودة يا دين تودة بإنه ديبو قيستان كعضو مداسي مركي كعان ورديب كاسيمت وحو أها دلكي عثمان مركي وحو أها سيدا إليه العلماء الشيخ الإسلام بن تيمية غيركي فتن كواوين يا مسلمين تكفر مي تي أقوه الرئيس وحي أهي دلكي عثمان به فري النقطة مركي فتن كي كدن بيوه مرحلة ذا مركب حوجا كعذون كتيره أي واحد صباحي نين ليلة عبد الله بن الصبا هو يهودي أها أصل كيس يمن بوكسو كيدا يحيرو كسو كيدا لما ذو ليلة لك أصل كيس يهودي بوها وهم موجستي إنه إسلامي إسلامي مو موجستي لكن إسلام نبدأ أموتش سنة يقرب يضعد نما ما هيني منافق بوها زنديق الدين تكو قباني سيء الدين تيسوكو قده هيدو كتيرو أو إلالي نيسو وإسلام نبدأ اسكو إلالي نيا حدنا إنو دين تقده هكدوميو ننكا إساقا وننكا لو تيريو فرقوين كشيعادة فرقادة أغوه الرئيسة إساقا لوغو أبتيريو اللي هذا السبائية السبائية وأول فرق الشيعة وحان الله قو أبتريا عبد الله بن الصبا ننكا يهودي قابل الله قو أبتريا ننكا سي ننوحو أها الزنديقة ودين تأينو فسادية وشددي سوائيه سيدا قرانا النبا دين تأوليمت نبي الله موسى عليه السلام توريد إنجيل النبي عيسى عليه وحافظ هذه نل ديه جري بولس أو أصل كيس يهودي أها أو شيكتي إنه دين النصارى ده صوغ علي
wuxuu u soo galay isagu inuu fasaadiyo diinta kharibo wuxuu muujistay inuu diinta nasaarada soo galay kadibna wuxuu bilaabay inuu diintii gudaheeda ka fasaadiyo rasaaishan hadda kristanku ay haystaan ay leeyihiin waa anaajiil oo waa injiil ninka sameeyey waa bidac fara badan iyo khuraafaad fara badan iyo shirkiyaad diintiiba badashay ayuu u keenay nimankii nasaariya kristan ahaa cabdullaahi ibnu saba marka wuxuu rabaa inuu ciyaaro kaalintii uu ciyaaray boolis oo diintii nasaarada isbeddelkii uu ku sameeyey inuu isaguna diinta islaamka ku sameeyo isagoo gudaheeda ku jira inuu haddana diinta kharibo farisiyiinta nimanka la yidhaahdo eeraan xaggee bay ka soo galeen shiicada farisiyiintu waxay ka soo galeen farisiyiintu waxay ahaan jireen eeraanta weeye imbaratooriyad iyo dowlad xoog badan oo labadii dowladooda xilligaa ugu xoog badnaa adduunkay ka mid ahayd ruum iyo furus bay ahayd farisiyiinta dowladdoodii waxaa burburiyey muslimiinta burburiyey oo la wareegay iyagiina islaamiyey farisiyiintu weligoodba waxay qabeen marka cuqdad ah in ay soo celiyaan wixii la dhihi jiray farisiya yacni farisinimo iyo shacabkii reer furus iyo majdigii aan lahaan jirnay aan dib u soo celinay rumaysnaayeen xataa iyagoo muslimiin ah arrintii iyadahayd baa marka waxay ka heleen inay gabaad ka dhigtaan madhabkan shiiciga ah raafidiga ah kiibay qaateen marka kiibay qaateen oo ay yacni muxuu ahaaye garab ka dhigteen sidaas daraaddeed raafida shiicada hadda jirtaay iyo raafidada hadda jirtaay eeraan baa asaas u ah eeraan baa asaas u ah waxaa u dheer marka shiicanimadan waxaa u dheer farisinimadii oo carab nacayb ah oo islaam nacayb ah oo inay soo celiyaan wixii la dhihi jiray furustii awoodda lahayd ee adduunka ka jirtay inay dib u soo celiyaan majuusiyada ahayd diintana waxoogaa uun aalubeyd aalubeyd iyo waxoogaa uun ay gabaad ka dhigtaan inay ka haystaan taa iyada ah ayay ku qaateen su-aal isweyd inay arrintu sidaa tahay waxaad ku garanaysaan marka laga yimaado cali ibn abi aalib iyo xasan oo wiilkiisa ah uma weyneeyaan siday xuseen u weyneeyaan xuseyn markii laga soo tago xuseen dumar badan buu lahaa caruuro badanna wuu dhalay abtirka a'immada waxay mariyeen haweenay farisiyada oo uu qabi jiray oo eeraaniyad ahayd oo uu dhalay boqorkii furus ugu dambeeyey markii furus la qabsanayay boqorkii ugu dambeeyey yasdajir la dhihi jiray gabadh uu dhalay oo la dhihi jiray shaah zanaan la yidhaah shaah zanaan yacni malikatu nisaawa gabadh noocaasoo addoommadii lasoo qabsaday ka mid ah buu xuseen guursaday xuseen ibni cali ibni abi aalib gabadhaa markuu guursaday baa waxay u dhashay ninka la yidhaahdo alxuseyn ibni caliyi bay u dhashay xuseyn ibni caliyigaas bay marka raaciyeen a'immada imaamiyadoodu xuseyn ibni caliyo gabadhii farisiyaddu ay dhashay bay mariyeen iyo caruurtii u dhalay bay ka dhigeen su-aal baa isweydiin leh cali ibni abi aalib caruur kaluu dhalay oon xasan iyo xuseyn ahayne maxay meesha uga saareen maxamed ibni xanafiy oo kale su-aasha labada isweydiinta leh xasan iyo xuseen xasan baa ka fadli badnaa kana weynaaye maxay weynaynta intaa le ugu samayn waaye midda xigta weeye xuseen laftiisa caruurtuu dhalay way badnaayeene maxay farisiyadda naagtii farisiyadda ahayd islaantii farisiyadda ahayd keligeed caruurteeda maxay uga dhigeen a'immada meesha waxaa ku jirta marka nasca shucuubiya oo farisiya ku jirta mas'aladaasina waa mas'alo hadda iska cadwe markaan soo gabagabeeyo jiritaanka hadda raafidadu eeraan baa asal u ah xisbullaahi sacuudiga mantiqada la yidhahda gobolka bari ama mandiqa sharqiya ayay ku nool yihiin yeman nimanka la yidhahda xuuthiyiinta weeye muxuu ahay mantiqadeennan iyo yacani east africa ilaa geeska africa taqriiban kenya gobollada saaxilka ama gobollada xeebta bay jiritaan ku lahaan jireen maraakiis ku leeyihin meeshan nairobi markas weyn oo center thaqaafi ah bay magaalada nairobi dhexdeeda ku leeyihiin oo ilaa waqti hore ay lahaayeen tayib intaa markii laga tago ethoobiya intaan ka warhayo
نشاط بدن كمين لهين لكن قدال نبوحا كوسو كردين نمان ليلة هذو الأحباش وفرقة طريقوين كي سوفية دا كم دا لكن هدنا كترسن رافضة دا إيا الشيعة دا كترسن أنشي ضفر بدن بيكا ودا أنظمة دا ميشة كترتا قرب استاكتي مسلمين تا سنغا إثوبيا كترة مدفر بدن قضايات كي كم مداهرادين بيقايب كم دا وأشياء عادية هل كان كسوق شيء. سومالي ده يديك أمد إذا إذا النشاط بيكله هنا وايد قاله. السودان أكله. وارد وايد بإيران لسه ما يستن. حرير لسه ما يستن. دور السنة مر كي لا لهايين حرير دبلوماسي أو سفارات أوفرين. نين علماء ده كم ده إيه ورما يو السودان ته. وحيري دور السنة مر كي وشري حرير كشري. السودان وحيكو براروجين لبي يطبعن كون أشياء. ودور سنة قده السودانيين هوري أمتشري مغرب أو مغرب العربية حرير يرمرك لسه ميستن وقت دو وحي كبرا روغين داد كي أون شيعوبي ونمان كي أيقاتين وكان مركز دم حرير كتير دونا صوماليا مركز أنو إمادو متشرين صومالي دو ما أقوان وحي لدى الرافضة إيا الشيعة إيا وحوغا وحاتشري عقائد الشيعة إيا الرافضة دا قار كم دا ودريقوين كسوفية دا أصوام مراي واتشرا وحفر بضان بي سجت أثورين، لكن متشرين فكر شيعي والرافضي أقول لك الصومالي ذا كتشر، الصومالي تقارني متشرا. كذا دم بي وياهن دم بي وفكر كفافة يقول بدن وقبضة مسلمين تلهايين، والعراق قبضي، واليمن دجال كهيو، وسوريا قبضي، ومحوها هاي، يقول بدن وقبضي. يا، واللبنان قبضي، هيا هذا فافين داسا إننا وحنا جسوا قادي، وحنجسوا جب جبينية. Soomaaliya meelaha ay ka soo galeen waxa kamida magaalada Muqdisho waxay ku leeyihiin hay'ad la yiraahdo jamciyad la yiraahdo Khumeini la yiraahdo oo magaci odaygooda wadato odaygii u dambeeyay ee sawiradan ba aasaasay magaceeda wadato waxay ku leeyihiin kula hayeen center ay ku magacaabeen dadka lagu kaalmeeyay oo waa caafimaad marar fara badan waxay sameeyeen inay dhalinyarada isu keenaan oo sawaajka jamaaciga si wada jir wiilal iyo gabdho isu guuriyaan waad markii safaaradda suuudiga weerarkeedu u dhacay ayay dawladda Soomaalidu ka saartay oo tiri bax ku tiri laakiin fikirkoodi wali waa jooga dad raacsan la waa joogan ayagina ma madna gobolada kale Soomaalidu digto nashaad muuqda malaha laakiin shaki malaha waxa way kama madna waxyalaha mudan in la tilmaamo waxa kamida arda fara badan oo Soomaali ah ba waxay siinayaan scholarship ama minax bay siinayaan ay Iran ku tagaan Iran markuu tagana حتى هذو ساينس براني هذو عافيمات براني وإن فكر كشيعي وكسو حنباروه عيالك اللي قاديو يغو شيعا بيسو نقوني سومالي دي بدا حجر تقار بدا انجريس كواهو بدنا داني قار كم بدو حجر فكر كقاطيو آتكو أركيسان سوشال ميديا كو أركيسان المهم ورك قويدي سوحوي وقتي وحوان كودر صدي ورك مرتدي سوحويان نمان كاسي شلي say gabaad uga dhigteen aalu baytka inagana waxay gabaad ino uga dhiganayaan oo meelo badan marka aad aragto gabaad ay ka dhiganayaan shaaficiyana shaaficiyana Soomaalida dilay shaafici baana waso istaagay qoliyaha qaar kood waxay ku leeyihiin markay ogaadaan inay dariiqooyinki qaadiriyihiin waxay ku leeyihiin qaadiriyana qaar waxay ku leeyihiin weesiyana qaar waxay ku leeyihiin waxaan nahay zeeliciyana qaar dariiqooyin ki magacyadoodina waa sheeganayaan si loogu soo istaago madhabki fiqiga Soomaalidu lahaydna waa sheeganayaan si loogu soo istaago marka soo istaagtana waxay kugu sameeynaa Sheekh Maxamed baa ka warramido waxay leeyihiin marka culimadu xilliga ay bilaabatay shiicadu ay bilaabatay taqriiban shiicada marka la yiraahdo laba nooc way shiica oo aan aad u sii fogeyn oo wax la yiraahdo shiicada dhexdhexaadka iy shiic qaliy ah ba kala jirto si xaq jirsan oo xad gudubsan midan raafidadeen ka hadlayno waa mid dambo waa niman xuduuda tilaabayo xadka aad uga fog waa xuduuda dhaafayo fog waa tashayuu nuucaasa culimadu waxay leeyihiin wuxuu bilowday sida ibn xazmi iyo sheekh islaam ibn taymiye qeyr kood wuxuu bilowday leeyihiin saan hadaba sheegney uthman ibn affan radiyallahu ta'ala anhu arda xilki xilligii muslimiinta u telinayay sanadihi u dambeeyay ayuu madhabkaasi bilowday bay leeyahay tayib
sida waxaa ku waafaqsan rag badan oo baaxiyiinta mucaasiriina iyo kuwa horaba saas ayaguna qabaan waxay inta badan qabaan fikirkan shiiciga ah ninka dhagax dhigay ee asaaska u ah ee muassiska bilaabay ah inuu yahay Cabdullaah ibn Saba ninka yahuudiga asalka ahaa diintana u soo galay munaafiqnimo iyo inuu dumiyo ninkaas asal ahaan bilaabay fikirka shiicada kaliye ta culimada sunnadu ma qabaan inuu bilaabay rag badan oo maraajicda shiicada kamid iyo kutub waaweyn oo kutubtooda kamida ayaa qirsan inuu Cabdullaah ibn Saba uu bilaabay madhabka shiiciga iyo raafidada طيب في مذهب كشيعي كمذهب أهان كفكر أهان كعقيدة أهان طبعا مراحل فربضن بصومري هل مرمد لنين سيدا مذاهب تأيو فرق تأيو كوحها إيو أفكار تعقد انت بضن هل مرموضة دلت تراكم بي سميسايو قيب اعتمادة قيب كلا كدر متى قيب كلا كدر متى مرول بو اي سي تشيرتو سيادات إيو وحي قادتا إن بدع فربضن قدالك قدر لكن يعني الشيعة هذا أن كهل لي نو أو محوهاي رافض ضدها سنت المان نبي نكاسا أصله أو فكر كذا بلاوي وحنا جبات كردك تي مركو بلاوي وحو جبات كردك تي إلا وحنا وين جبات كردك تودت ككو خلطه وحو جبات كردك تي آل بيتك نبي قال كيس صلى الله عليه وسلم حق ذي بامقن حقودي با لا دحاي حق آل بيتك لا سو عليو جعيلك آل بيتك آل بيتك حقودنا وا حق وين شك ملح مسلمين تو اودن وا وحي اسكو وافسين النبي آل كيسي قرابديسا حقودا ان لي لاليو لا جعلادو حقوقود بدن اني ليهين تاسو قلوبته مسلمين تو كجيرتو marka wuxu ka dhigtay gabaad iyo inuu isku ka dhigto muxuu ahaay shay uu محو هاي و كوشا قيست مبادئ دواوين ومذهب كشيعة أصل كأوة استقى باللامي وحكم إذا مثلا علي بن أبي طالب إمام نمديس هي مدح نمديس إن يواجب أهيت منصوصنا أهيد النبي صلى الله عليه وسلم و قرآن كأي السنة أي شيئين علي إنه النبي حلك وقدم بيني إن النص تهي علي مدح نمديسي إمام نمديسة عبد الله بن الصبابة أجوه الرئي وح فكرة ذا كان وأنا ما بدأ ما بديد وأوين هذا فكر كان رافضة وكفر ديوه ما بقت أفكارته كان وح كم إذا معتقداته كاني نبي كستي الرسول كسوسي بولهانشري رسول كسته وحولهانشري عد وكدر دارمه وحلك أدر دارمه وهوش أقدم به نبي محمد نوصي يجيسو علي بو هابوج فكر كان استقى اوه الرئي وانا مباديد الرافضة دا عقيدة دا قار كم دوائي وحبو بلاوي وافكارتو بلاوي كم دا ان لنعنا دو وحلق الشيغو لنعو لقبري النقضو ابو بكر يا عمر يا عثمان صحابة دا انتو دي كلا وحير مويه وحاكيني عبد الله بن الصبابة باللابي وأنا مبادئ أساسي الرافضة يا شيعة وحكاني فكر ليلة علي بن أبي طالب ما أصن لمنين لكن كرب الله قاد الصمد الله سيقاضي كدبنا وصان نقن دونا يدب الله سعلين دونا عدو قيسان وكأر قوصان دونا مسألة الله يقانو الرجع صان نقشد وحاب اللابي عبد الله بن الصبابة باللابي وأنا أفكار تشيعة يا مبادئ ذو ذقار كم بيت وحب بالابي وحل إلى هذا آل بيتكو علم خاص هيانو يعني ومدو أين لو ذاقين وحين صوب هذا حل علي بن نورابا صحيح البخاري قواك كتمت علي بن أبي طالب ولو يدين يوم علم خاص ومدو أين إذن لقب إيا وحان قرآن كاهين بو نبي إذن كتغي وكا كتشوابي ما يا قرآن كا يوح إلهي كفانسيو إيا الصحيفة وحي كقرا وحانا هاي ننقى قوني نقوما وح قوني نقوما ومدونا لقب المجرتو مركا فكر كان آل بيت كعلم خاص هيان وحا أبو ري عبد الله بن الصبا نكا يهودي قابا أبو ري وانا
أفكارها رافضة ذي كمتها. المهم وحويان أفكارها مركو كهني قبادنا وكرد جانا آل بيت ك حقوق ذي هل الرادي وقباد كرد جانا يو أرين تاسي مركا وحين نقطي أرين ضد بدن وجهلاء وإسكنية في عن إسك عاطفة يسان أي إسك قاتان.